هوية بريس نحو إعلام هادف. هذا العمل حقيقة عمل كبير واسع، وقد أتعب الباحث نفسه وأتعب معه اللجنة التي قومت هذا العمل وقرأته، فهو قد أخذ عنوان التكوين الذي هو التكوين في الدكتوراه تراث الكلام والأصول والصفر، أخذ هذا العنوان وجعله موضوعا في مطروحته، هو موضوع واسع. هذه الحقيقة عبارة عن أطارين، كان بعض الباحثين في مصر الدكتور زكي لقبوا بالدكتور زكي الدكاترة، كان عنده 3 دكتورات. هذا العمل فيه علم الكلام وهو وحده مجال واسع، وفيه أصول الفقه وهو أيضا موضوع شائك وواسع، وفيه التصوف. هذه مواضيع يعني متناشرة من حيث مجالها من حيث مادتها في العلم، ولكن استطاع الباحث أن يعرض هذا في الميدان بلغته كما قال سيدنا في لغة سليمة. وهو حتى تقرأ هذا العمل تشعر أنك تقرأ لعلمائنا الكتباء، فالباحث يكتب على طريقة العلماء وليس على طريقة الباحث. هذا ما استنتجته أنا أقرأ هذا العمل، هو ربما يستفرغ ويذهب إلى موضوع آخر ثم يقول مسألة لطيفة، وكأنه يعني يكتب كتابا حر وليس بحثا. ربما هذا فيه من الإيجابية الحمد لله على كل حال، من مادة علمية كبيرة جدا وواسعة. وأهنئ الباحث كذلك أنه عنده كتابة متنوعة، فتجد فيها تبحث اللغة والفقه والأصول والتصوف والتاريخ والفلسفة والمنطق. وأنا أحييه أنه أحيانا يرجع إلى المنطق ويفسر بعض الكلام الذي ذكره ابن العربي، وهو يحتاج الحقيقة إلى خبرة واسعة في المنطق، كما وقف عند الفريق العربي بين المحمود والصفر، وهو إشكال منطقي فرق بين المحمود هذه والصفر. هذا إشكال بدا مع أرسطو النفسي، وإن كان الباحث فسر ذلك من وعي الإجناس، وهو تفسير فيه نظرة. فالعلوم الشرعية حاضرة بقوة في هذا البحث، والبحث غني بالمعلومات، يعني لا أعجب في البحث وكثرة المعلومات ووفرة المصادر واستطاعك واحد النفس طويل في البحث. لو أنه أخذ واحد الجزئية هذه المسألة كانت تصحاب السباق في جميع الزمان، كان يخصصوا ما تقول في غير إمكان إن لا أتى فيه من أجل العجب، ولكنه زاد الشيئان ديالو. كيف ستعرف الأصول فيه؟ كيف ستعرف التصوف؟ يعني المجال واسع، ولكن الباحث الحمد لله كما قلت عنده شخصيه قويه، وان كان حين شبه مفرغ ما يستعمل احيانا، ولكن شخصيته ويقرا النصوص ويفهمها. لان مشكلتنا اليوم هي عدم فهم النصوص. انا اجزم ان السفارق يعني عنده قدره عجيبه على فهم النصوص كلها، فهم التراث ليس سهلا، لابد ان تكون ملما بعلوم كثيره حتى تفهم العربي. فأهنئ الباحث بهذا العمل، وأهنئ هذه الكلية العابرة، وأسمح سيد الرئيس أن أعطيك الأطراف. هوية بريس نحو إعلام هادف.